توقف السيد رئيس الحكومة عند الإشاعة المتعلقة بوباء الكوليرا مؤكدا أن بلادنا بحمد الله تعالى وكما سبق أن أكدت ذلك وزارة الصحة في بلاغ رسمي لم تسجل أي حالة للإصابة بهذا الداء في بلادنا. وأبرز السيد رئيس الحكومة أن وزارة الصحة ومنذ البداية قامت بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدد من الإجراءات الاستباقية والاحترازية لحماية حدود البلاد وحماية المواطنين من تسرب هذا الوباء، وهي إجراءات وقائية ضرورية تقوم بها الحكومة لمنع تسرب الداء، مجددا التأكيد على أنه لحدود الساعة لا يوجد أي خطر أو أي تسرب، وأن الحكومة سترفع درجة اليقظة لدى الأطر الصحية ولدى مختلف القطاعات المعنية كوزارة الداخلية أو الماء أو الفلاحة في كل ما يتعلق بالتغذية، حتى يكون رد الفعل الصحي في المستوى المطلوب بمجرد وقوع أي إشارة أو علامة ولو صغيرة. إذن في الوقت الذي سجل فيه الواحد عدم حصول أي حالة، في نفس الوقت الحكومة قررت رفع اليقظة حتى نستطيع التدخل والقيام بالرد الفعل المناسب بمجرد بروز ولو إشارة صغيرة جدا. وطمأن السيد رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين بأن الحالة وبائية ببلادنا سليمة، وأنه لحدود الساعة لا يوجد أي خطر ولا أي تسرب، وأن اليقظة مستمرة لدى الجهات المعنية على مستوى وزارة الصحة التي قامت برفع درجة التعبئة بمختلف مصالحها، الإجراءات الوقائية على مستوى القطاعات الحكومية من أجل الحماية، ثم على مستوى توفير الوسائل الضرورية تحسبا لوقوع أي حالة. ونفى السيد رئيس الحكومة بالمناسبة كل الإشاعات التي تزعم بأن وزارة الصحة حذرت من شرب مياه الصنبور أو من تناول بعض الأطعمة، وأكد أن كل ذلك غير صحيح، مجرد أخبار زائفة، موضحا أنه يمكن للمواطنات والمواطنين تناول أغذيتهم وشرب الماء الشروب المعالج في الصنابير بدون أي خوف، وأن وزارة الصحة تتابع وأي مستجد ستخبر به في مواجهة أي طارئ.